مولاي السلطان الكامل. تعالى يا عجيبة، اجلسي هنا. أتقصين علي أم أقص أنا عليك؟ وهل أجمل من سماع مولاي؟ اسمعيني إذن، سأقص عليك قصة حدثت معي وأنا طفل صغير. في يوم من الأيام جاء أبي ومعه عصفور صغير مكسور الجناح، وطلب مني الاهتمام به حتى يشفى، فصرت أطعمه وأسقيه بيدي حتى صار رفيقي ليل نهار. هو يطربني بصوته وأنا أقوم برعايته حتى تعافى تماما. لا أخفي عليك أنني كنت أحزن كثيرا وأنا أراه يتعافى، إذ أنني أدركت أنه سيغادرني وسيطير بعيدا ولن أراه ثانية. ولماذا لم تضعه في القفص؟ كان أبي لا يحب الأقفاص ولم يسمح لنا باقتنائها. وماذا بعد؟ تعافى العصفور كليا وصار يطير في كل أرجاء القصر، وكنت أحرص ألا أترك نافذة مفتوحة حتى لا يفر منها. ولكن في يوم من الأيام نسيت إحدى الخادمات نافذة مفتوحة، فحط عليها العصفور وأخذ ينظر إلى السماء وإلى الطيور التي تحلق هنا وهناك، وأخذت أنظر إليه وأنا على يقين أنها ستكون المرة الأخيرة التي أراه فيها. وهل طار؟ نعم طار، ولكنه حط على كتفي. وترك السماء ورحابتها؟ يبدو أنه شعر بحبي له وبأنني سأحزن كثيرا لفراقه، ففضل سعادتي على سعادتي. يا له من طائر مخلص. نعم مخلص. بعدها بأيام قصصت على أبي ما حدث، فنظر إلي وسألني: هل تحب هذا العصفور حقا؟ فقلت له: نعم يا أبي، أحبه أكثر من أي شيء آخر. فضحك قليلا وتأملني ثم قال لي: إذا كنت تحب أن تصبح ملكا فاقطع رأس هذا العصفور وارمه للقطط لتأكله. صعقت وأنا أسمع منه هذا الكلام، ونظرت إلى وجهه كنت أظنه يمازحني، لكن وجهه كان يقول شيئا آخر. كان وجهه جامدا جادا لا يمازح، ثم قام وانصرف وتركني مع العصفور. ماذا فعلت بالعصفور؟ أصبحت ملكاً.